بابا لما جاب لي الاستراس وكده قال لي الفانوس ده يعني عايزه بشكل معين. عملناه الاول بشكل معين وطلع وحش. بعد كده قعدت بقى مع نفسي وابتديت اقصقص الحاجات اللي جابها دي، فخدت شكله معين كده، فروحت لازقاها على الفانوس دايركت كده، طلعت حلوه جدا وعجبوا بيه جدا. فابتديت بقى اعلمهم ازاي يشتغلوا الفانوس ده، ازاي يقصوا الاستراس كده، واحده واحده جت معانا يعني. بنبتدي بقى نجهز الخامات من شهر 12 سي 4 شهور، بنجيب بقى الاستراس، بنجيب اللي هو الفصوص اللي بتبقى فوق الاستراس يعني خامات تانية، بنجيب بقى الشمع، الاسطوانات، كل ده بنجيبه. من وقت ما بنحضر حاجتنا بنعمل زي من 1000 ل 1500 فانوس. احنا عايزين نعمل اكتر يعني، بس هو المشكله ان الفانوس ده بياخد وقت عن 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 القماش، عن اي حاجه تاني، فمجهد مجهد وبياخد وقت. كمان الفانوس ده اول ما نازل يعني الحمد لله يعني الناس بقت تطلبه كتير، وهو يعني سوقه حلو زي ما بيقولوا. عندي 3 بنات، اسماء ودنيا وياسمين، دول اكبر اولادي، والحمد لله رب العالمين واقفين في ظهري وبيساعدوني وشغالين معايا ومربيهم تربيه كويسه ومعتمد عليهم، وهم يعني هم يعتبر ظهري الحمد لله رب العالمين. دي هوايه عندي انا كده، بشبع الهوايه بتاعتي، فدي انا مبسوطه منها، مش حاجه تزعجني بقى ان انا في كليه زي ما بيقولوا كليه قمه وبشتغل الشغل ده. هي بتبقى بهدله بس بنحاول يعني، هو في ظروف زي دي لازم نقف جنب.